السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم درس جديد. إذا كنت أول مرة تتابع القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن استخدام may might بمعنى يمكن، وأيضا الجزء الثاني نتكلم عن may not might not can't، ونشوف الفرق في استخدامهما من خلال أمثلة وملاحظات عن كيفية استخدامها بشكل صحيح. أول استخدام لـ may when we ask for permission in a polite or formal way، عندما نسأل لإذن أو نطلب إذن in a polite formal way، في طريقة رسمية أو مؤدبة. permission إذن، formal رسمي، polite مؤدب. إذن عندما نسأل أو نطلب طلب طريقة مؤدبة أو نطلب إذن بشكل رسمي نستخدم may ونضعها في بداية الجملة. لاحظ أثناء السؤال may I sit here، هل يمكن أن أجلس هنا؟ may I ask a question، هل يمكنني أن أسأل سؤال؟ لاحظ إذا كان هي أيضا نحذف الاس، لا نستطيع أن نقول may he asks، إذن لا نستخدم اس، may he ask، إذن نحذف اس المفرد الغائب. إذن دائما بعد الأفعال الناقصة يأتي الفعل بصيغة المصدر بدون to، بدون أي إضافة. الاستخدام الثاني when we aren't sure if something will happen or not، عندما نكون لسنا متأكدين بأن شيء ما سيحدث أم لا. إذن عندما نكون متأكدين من حدوث شيء ما نستخدم may أو might نفس المعنى يمكن. she may might not remember our names، يمكن ألا تتذكر أسماءنا. she may not remember our names or she might not remember our names. إذن أثناء النفي فقط بعد may نضع not، أو بعد might نضع not، تصبح may not might not. الجملة الثانية the teacher may want to ask us all، المعلم يمكن يريد أن يسألنا جميعا. إذن may want، لا نستطيع أن نقول the teacher بدون may، the teacher wants نضع s. عندما نستخدم may لأنه عندنا teacher هي، عندما نضع may نحذف ال s، إذن تصبح the teacher may want to ask us all. إذن أول استخدام عندما نكون لسنا متأكدين من حدوث شيء ما نستخدم may أو might بالنفي may not might not. الاستخدام الثالث when we speculate about the present or the past to say that perhaps something is or was true، عندما نخمن أو نحزر عن الحاضر أو الماضي لنقول بأن ربما شيء ما يكون صحيح أو كان صحيح. عندما نخمن بأن شيء في الماضي صحيح ربما يكون صحيح أو بالمضارع يكون صحيح نستخدم may might. إذا للتخمين ربما لسنا متأكدين. he may like working at night، يمكن أنه يحب العمل في الليل. لاحظ may like، لا نقول likes، دائما بعد may و might والأفعال الناقصة لنستخدم s مع المضارع البسيط. he may like working at night. لاحظ بعد like استخدمنا gerund يعني فعل مضاف له ing، يحب عمل، نعرف work يعمل، working عمل. إذن قبل night نستخدم at night، لا نقول in night، at night. she may might be resting now، يمكن
إذا نقول she may be or she might be، يمكن إنها تستريح الآن. لاحظ مضارع مستمر بعد may might نستخدم be، لا نقول she may might is، دائما بعد كما قلنا may or might نستخدم المصدر، مصدر فعل الكون ما هو be، كما قلنا be المصدر، am is are الماضي من am و is was الماضي من are where التصرف الثالث been. إذن دائما بعد may و might نستخدم be، نقول may be، maybe يمكن، يعني perhaps ربما. They might have forgotten about our appointment. Appointment موعد. They might have forgotten، يمكن أنها نسيت عن موعدنا. لاحظ هذا مضارع تام have، والفعل بالتصريف الثالث استخدمنا might. They might have forgotten about our appointment. نخمن أو نحزر عن شيء في الماضي أو المضارع ربما يكون صحيح أو كان صحيح، نستخدم may أو might. نستخدم may not might not، إذن أثناء النفي فقط نضع بعد may not بعد might not، to say that perhaps something isn't or wasn't wrong، لنقول بأن ربما شيء ما لا يكون صحيح في الوقت الحاضر أو لم يكن صحيح في الوقت الماضي. They may not have enough money to ask you out، يمكن أنه ليس لديه مال كافي to ask you out، لي يطلب منك أو لتعطي. They may not have done the work yet، ربما هو لم يقوم بالواجب بعد. إذن عندما نقول ربما في الوقت الحاضر أو في الماضي الحدث ليس صحيحا، نتحذر أو نخمن عند ذلك، نستخدم may not أو might not. We use can't، نستخدم لا يستطيع، طبعا can't هي اختصار لي can not، نحذف ال n وال o، نضع بدل عنها apostrophe t، نلفظها can't. We use can't، نستخدم can't لا يستطيع to express، نعبر عن a strong conviction، عن اقتناع قوي، that something isn't or wasn't true، بأن شيء ما ليس صحيحا أو لم يكن صحيحا. إذا مقتنعين أن هذا الشيء لم يكن صحيح أو ليس صحيح في الوقت الحالي. You can't enjoy horror films، لا يمكن أن تستمتع بالأفلام المرعبة أو أفلام الرعب، إذا لا يمكن أن تستمتع بأفلام الرعب. She can't have failed the test، she is very good student. She can't have failed the test، لا يمكن أنها رسبت بالامتحان أو فشلت في الامتحان. She is very good student، أنها طالبة جيدة جدا. إذن she is اختصار لي she is، لا نقول she was، لماذا؟ لأنه was لا تختصر، يعني لما يكون عندنا she's بهالشكل هذا أتوقع تكون she has أو تكون عندنا she is. هذه الحالة she is، ممكن شخص يسأل لماذا مو she has، لأنه هذه يأتي بعدها بالفعل التصريف الثالث، وهنا لاحظ جاءت صفة مع تعدنا يكون is she is. She can't have failed the test، she is or she is very good student. إذا عندما يكون مقتنعين اقتناع قوي بأن شيء ما ليس صحيح أو لم يكن صحيح، نستخدم can't، وقلنا can't هي اختصار لي can not. لاحظ القارن بين هذين الجملتين. He may not have a lot of money، لاحظ استخدمنا may not. الجملة الثانية He can't have a lot of money. إذا نشوف الفرق عندما استخدمنا may not أو استخدمنا can't. He may not have a lot of money، يعني يمكن أنه ليس لديه الكثير من المال. ماذا يعني؟ It is possible that he doesn't have a lot of money، أنه من الممكن أنه ليس لديه الكثير من المال. إذا عندما نستخدم may not
نقصد أنه من الممكن أنه ليس لديه الكثير من المال. بينما عندما نستخدم can't, he can't have a lot of money, لا يمكن أنه لديه الكثير من المال. It is impossible, أنه من المستحيل. لاحظ possible ممكن, impossible لا يمكن, يعني من المستحيل. That he has a lot of money, إنه من المستحيل أنه لديه الكثير من المال. It is certain that he doesn't have a lot of money, إنه مؤكد بأنه ليس لديه الكثير من المال. إذا كانت نستخدمها إذا كان عندنا strong conviction, يعني اقتناع قوي بشيء ما معين. بينما may not, إنه من الممكن, ممكن يكون صح أو خطأ, تخمين. بهذه الحالة يكون عندنا اقتناع قوي بأمر ما. إذن he may not have a lot of money, he can't have a lot of money. بهذه الحالة it is possible, إنه من الممكن. الحالة الثانية it is impossible, إنه من المستحيل. أيضا لاحظ بعد he, احنا نعرف he تأخذ has, لا نقول can't has. دائما بعد الفعل الناقص كما قلنا مصدر أفعال الملك, هو مصدر أفعال الملك هو have. مصدر أفعال الكون هو كما قلنا be, الماضي منهم was, were. التصرف الثالث been. عندنا do أفعال عمل, المصدر منها do. عندنا do و does, الماضي did, اسم المفعول done. أفعال الملك المصدر هو have, عندنا have و has, الماضي had, وأيضا التصرف الثالث had. إذن مصدر فعل الكون هو be, مصدر فعل عمل do, ومصدر فعل الملك have. دائما مع الأفعال الناقصة نستخدم الفعل بصيغة المصدر بدون إضافة وبدون to. بهذا الشكل أنهينا درسنا لهذا اليوم. أتمنى قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة, تفعيل زر الجرس, ووضع لايك للفيديو, وترك تعليق في نهاية الفيديو. دمتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.